مواكبة للحدث، ثابتة على الرسالة، تستمر شاشة التغيير على العهد الذي وعدت به مشاهديها فأوفت. عهد جعلت فيه عنوان التغيير إلى الأفضل، فغيرت في الشكل والصورة، لكنها باقية على النهج والمضمون. ولكي ترى بوضوح ما يحدث في بلادك ساكناً فيها كنت أم مغترباً عنها، تنطلق التغيير الفضائية الإخبارية بحلة جديدة عنوانها صورة أكثر وضوحاً وخبر أكثر تفصيلاً. والتغيير اليوم بفريقها المنتشر في أنحاء العراق وبمصادرها وضيوفها وبرامجها القريبة إلى نبض الشارع وصوت المسؤول، ترسم ألوان شعارها بما يتوافق مع مرحلة جديدة من ضمن مراحل مقبلة عمل عليها فريق تقني متميز بموسيقى الشارات التي ألفها الموسيقار العالمي نصير شمع. صور كثيرة تغيرت ومعها واكبنا الحدث بتفاصيله، فكانت صوتك المسموع ولا زالت، وبدأت صفحة جديدة تمهد لصفحات مقبلة تكتب التغيير فيها رسالة المصداقية والمهنية، وتكبر مساحة شاشتها أكثر لتختزل لك ما في العراق والعالم.